مساء الخير لجميع متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الليلة القادمة وأيضا خلال يوم غد بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث يكون الطقس صافي مع 23 درجة مئوية كحرارة مقاسة، أما المحسوسة ستكون 22، الرطوبة منخفضة والرياح ستكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. في ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة 32 إلى 25 درجة مئوية، عجلون 31 إلى 25، جرش 33 إلى 25، والمفرق 33 إلى 22 درجة مئوية مع طقس صافي بشكل عام. المنطقة الوسطى أيضا ارتفاعات كبيرة وواضحة على درجات الحرارة، البحر الميت 35 إلى 30 درجة مئوية، أما أدبة 31 إلى 24، البلقاء 30 إلى 24، نفس الحرارة تقريبا في العاصمة عمان، أما الزرقاء 34 إلى 24 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 31 إلى 24، الطفيلة 30 إلى 22، الشوبك 27 إلى 21، معان 31 إلى 21، أما العقبة طقس حار بشكل كبير 40 درجة مئوية إلى 31 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية، الأزرق 35 إلى 23، الصفاوي 35 إلى 21، ورويش الطقس صافي مع 34 إلى 21 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.